على الأجهزة الإلكترونية يمضي داني وكريم أيامهما، فالعام الدراسي في مدرستيهما الرسميتين لم ينطلق بعد وقد لا ينطلق. هو العام الدراسي الثالث الذي تتخوف فيه والدتهما من أن يمضياه في المنزل بعد إقفال قصري فرضه كورونا في السنتين الماضيتين. وككثير من الأمهات باتت هذه الأم تخشى على مستقبل ابنيها إن استمر الإقفال بسبب إضراب الأساتذة. غموض يفاقم من خوفها على ولديها اللذين تراجع مستواهما التعليمي في العامين الماضيين. الوضع دايم أكيد بده يكون مش مستقبل جيد، لأنهم ما حيقدروا يكملوا يعني تيرمينال بشكل طبيعي ويكونوا ناجحين وقوية، بدهم كتير شغل، يعني كأنه تراجعوا سنتين لورا. انطلق العام الدراسي في المدارس الخاصة منذ أسابيع، وبقيت المدارس الرسمية مغلقة، مقاعدها وقاعاتها فارغة بانتظار أن تجد وزارة التربية حلا يملأ جيوب الأساتذة برواتب معقولة تكفي على الأقل لإيصالهم إلى مراكز عملهم في ظل أزمة الغلاء التي تآكلت معها رواتب العاملين في القطاع العام. كنا نتقاضى 8000 ليرة تطلع ثلث ثمن صفيحة بنزين، اليوم عم يعطونا 24000 تطلع واحد على 10 من حق تانكة البنزين، فشو العدالة بالموضوع؟ هل مطلوب مننا أن ندفع رواتبنا بس حق بنزين؟ ليست أزمة رواتب فقط تلك التي تعيق فتح المدارس الرسمية، فهجرة الكادر البشري من المعلمين واستحالة توظيف من يخلفهم تضاف إلى نزوح كبير من طلاب المدارس الخاصة إلى الرسمية، ستجعل من إمكانية إنقاذ مستقبل طلاب لبنان في المدارس الرسمية مهمة شبه مستحيلة. لم يسلم القطاع التعليمي من تداعيات الانهيار الكبير، حاولت الدول المانحة والمنظمات الدولية تقديم بعض المساعدات التي لم تسد جزءاً من الفجوة بين حاجات القطاع التعليمي وقدرات الحكومة التي تسعى بدورها لاسترضاء الدول المانحة عبر إصلاحات تقضي بتقشف كبير. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من أمام وزارة التربية في بيروت.